وسهلا فيك ضيفة البرايم والسهرة الختامية. نجوى اليوم مثل ما بتعرفي سارة نسمة وأحمد على مفرق طرق. أي طريق لازم ياخدوا حتى يحافظوا على حب الناس لإلهم؟ بشتى مجالات الحياة مش بس بالفن. طريق يلي بيقول الالتزام هو درب الاحتراف. الالتزام بكل معنى الكلمة. شكراً لك نجوى، نحن كتير مبسوطين فيك الليلة معنا بهالسهرة الختامية. أهلا وسهلا فيكي.